ساعات كتير بنحس ان مشكلتنا كبيرة وملهاش حل، وطبعا ما بنبقاش عايزين نحكي لحد نعرفه عشان ما نكبرش المشكلة. لو عايز تتكلم ومش لاقي اللي يسمعك ويحافظ على سرك، اتصل بينا واحنا هنساعدك. سعر الدقيقة في هذه المكالمة جنيه ونصف لحظات، وسنقوم بالرد عليكم حالا. الو الو، مساء الخير. مساء النور، اتعرف بيك؟ لا انا مش عايز اقول اسمي. براحتك، اقدر اساعدك في ايه؟ انا بني ادم زي اي حد، بحب امي قوي. كويس قوي، الام احلى حاجه في الدنيا، كل الناس بتحب امهاتها. ايوه بس انا مشكلتي ان كل الناس بتحب امي. انا مش فاهمه. يعني أنا قصدي حضرتك إنه ماما ست حلوة و علي صوتك شوية من فضلك. بقول لحضرتك في رجالة كتير بيحبوا ماما وعايزين يتجوزوها. آه فهمت. طب ممكن الأول تختار أي اسم عشان أعرف أتكلم معاك؟ ماشي، يعني شوفي تحبي حضرتك نقول اسم إيه؟ أي اسم، أي حاجة. نقول مثلا حمادة؟ لا بلاش حمادة لو سمحتي. حمادة؟ أيوة يا ماما. انت بتكلم مين؟ بكلم واحد صاحبي يا ماما. طب يلا نام، الساعة بقت 2. حاضر. الو؟ ايوه يا حمادة معاك. ها تحب بقى اندهلك بايه؟ يعني ممكن مثلا ياسين او سيف مثلا. حاضر، احكي لي بقى يا سيف بالتفصيل. احنا ساكنين في منطقة شعبية، كل الناس اللي فيها شايفين ان امي ست حلوة حبتين. طول الوقت في رجالة معجبين بامي ونفسهم يتجوزوها، بيفتحوني في الموضوع دوت كأن ابوها مش ابنها. في حارتنا في عيلتين متجوزين من بعض، انا من عيلة الفار، ابويا الله يرحمه مات وانا صغير، بعدها امي اتجوزت كذا مرة. طول الوقت كنت حابس نفسي في الاوضة، لو خرجت الصالة هلاقي جوز أمي، ولو خرجت من البيت عيال الحتة بيتريقوا عليا. أحلى أيام حياتي بتبقى التلات شهور اللي بعد الطلاق، بعدها ومع آخر يوم في العدة بنرجع من أول وجديد. هي الصراحة بتسيب ليا القرار، ومرات كتير كانت بترفض علشاني. أنا مش بحب أزعلها علشان هي عيانة، بس برضو مش بحب أزعل نفسي. ساعات كتير بتعرض لمواقف محرجة، يعني مثلا لما أكون ماشي جنبها ويجي شخص سافل يعكسها كأني مش موجود أصلا. أوقات كتير ببقى عايز أفضفض علشان أستريح، بس للأسف محدش بيسمعني، كلهم بيكلموني في حاجة واحدة بس، حاجة بايخة، ان كل الناس يبقوا عايزين ماما. ساعات كتير حضرتك كانت بتجيلي كوابيس وحشة قوي. بص يا سيف هقولك حاجة، لازم تعرف ان الحب ده اجمل شيء في الدنيا. ماشي بس حضرتك دي ماما، ها مش بنت صغيرة. يعني الحب ملوش سن، احنا ممكن نحب ونتحب لاخر لحظه في عمرنا. هسالك سؤال، انت بتحب؟ ايوه. بتحب مين؟ انا بحب واحده معايا في الشغل. هو ده الكلام. طب قولي بقى هتعمل ايه بكره لحبيبتك في عيد الحب؟ مش هعمل لها حاجه طبعا، لانه هي اصلا ما تعرفش انه انا بحبها. ليه يا حماده؟ قصدي يا سيف. علشان ما اقدرش اقول لها اني بحبها. انت لازم تصارحها بمشاعرك، لازم بكره تديها ورده وتبص في عينيها وتقول لها انا بحبك. طيب هي هتقول ايه لما انا اعمل كده؟ هتفرح طبعا. طيب بص انا هقولك على حاجه تعملها تخلي اي بنت تقع في حبك، لما تشوفها بكره تبص في عينيها وتقول عفوا الرجاء شحن الرصيد واعاده المحاوله. الحب هو أسمى شيء في الوجود، كل واحد فينا بيعبر عن حبه بالشكل اللي هو عاوزه،
في مننا اللي بيعبر بوردة وفي مننا اللي ممكن يعبر بهدية، بس في النهاية كلنا بنحب بعض، بنحب بدون مصالح. ولأن الحب هو أسمى شيء في الوجود، فمن غير الحب محدش هيقدر يعيش. صباح الخير يا مصطفى. ماذا؟ في فلوس ناقصة يا جماعة في العربية، في حد ما دفعش في العربية؟ كله دفع، أنا بس اللي ما دفعت. هو كل يوم خلاص مفيش حاجة، مفيش حاجة. يلا 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 يلا. اسمها ايه؟ اسمها هيم. وتحب تقول لها ايه يا طارق؟ احب اقول لها اني بحبك وانتي اجمل حاجه حصلت لي في حياتي. الله، جميل يا طارق. ويا ريت كل واحد فينا النهارده يعمل زي طارق ويقول للي بيحبه. الشوارع رايقة اهي، امال بس الناس عمالة تشتكي أزمة مرور. ها؟ فعلا يا فندم. ورجعنا لكم تاني. النهاردة أي حد عايز يقول لحبيبه أنا بحبك يتصل بينا ويقول له على الهوا. اعترافك بالحب هو أحلى هدية ممكن تقدمها لحبيبك. ونرجع تاني لخازن الساحل. افتح الباب يا ابني. ابدا الإشارة. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا ممدوح. صباح الخير يا عم احمد. الحاجات دي كلها كان في ناس كتير بتخاف انها تاخدها في اثناء فتره البرد، وحضرتك قلت لا مفيش اي مشكله في التناول. في حاجات ثانيه وخصوصا كمان عايزين نتكلم بنسبه اطفال، وفي حاجات قال في حاجات الناس تتمنى. صباح الخير. صباح الخير معاليك. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. كل سنه وانتم طيبين. ومعاليك طيب يا باشا. هابي فالنتاين دي يا باشا. امال فين اللواء خطاب؟ لسه ما وصلش ساعتك. ما وصلش؟ اتصل بيها ممدوح، لو لقيته في البيت قول له عباس بيقول لك خليك في بيتكم. امر معاليك. بقول لكم ايه، انا مش عاوز حد يعكنن عليا النهارده.
لا ان شاء الله مش هيحصل حاجه سعد. ألف مبروك سعادتك للهانم الصغيرة. الله يبارك فيك يا يحيى. عقبال أولادكم جميعا. ما تتأخروش النهاردة بقى أنتوا والمدامات بتاعتكم ها؟ حضور سبعة بالدقيقة يا فندم. أهو بالمرة تبقوا فسحتوهم في الفالنتاين. صحيح. أنتوا بتجيبوا هدايا وورود لزوجاتكم في عيد الحب ولا لأ؟ طبعا يا فندم بنجيب. لازم ضروري. لازم نشكرهم. تمام. وندلعهم كمان. ومناسبة عيد الحب بقى طلعت عاوز مباحث الأدب تخف شوية. يعني واد بيخطف له بوسة على الماشي كده عدوها، مش عايزين نعكلن على الشباب النهاردة. وأنت كمان يا فوزي مباحث المخدرات واد لفف له سجارة تعدي برضو ها؟ ما هو أصله هيضرب مخدرات ليه؟ مش لاقي حد يبوسه. دول اللي بيسموهم مستناجل يا فندم. بس النهاردة بس. تمام يا فندم. وأنت يا شوقي بتجيب ورد للمدام؟ ايوه يا فندم وشوكولاته كمان. اوعى تكون بتجيب دباديب يا شوقي. شفتك يا حماده. شفت ايه؟ شفتك وانت بتحط الورد على مكتب البت رانيا. ماشي يا عم الرومانسي، دي وردة عيد الحب دي صح؟ صلاح لو سمحت انا مش عايز حد ياخد باله من الموضوع ده. لا ما تخافش، ما حدش هياخد باله. ولا هي حد. يا عم انت خايف كده ليه؟ بقالك سنتين بتحبها وهي ولا شايفاك اصلا. طب اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه؟ قول لها صارحها، اقطع عرقه وسيح دمه. مش خايف وقت من الصحفيين ياخدها منك؟ ما هو يعني مش معقولة برضو واحد صحفي هيبص لتكاثيرة يعني. مش... يا لولا انا صحيه من الساعه 6 الصبح. جو سي با كومو جي تياندري لو كو جوسكو سوار. بيرفكت. انا ده انا جيت تون دي شوز افير. اوكي جود. اند وات از ذس؟ ذس از ذا سيفود مان. وي هاف ات كوكت اند ريدي تو سيرف فريش ان تايم. اوكي فوتليت فراينك بليز. يس مام. هاي لولا. وي تيو ميرسي نو فو با فوا. النهاردة كويس. إيه الأخبار يا شيرين؟ هاي مدام. يا حبيبتي أنا حسيبك دلوقتي. اوعوا تتأخروا. ستاك شارب. تشاو. تفضل مدام نوريكي السنتر. بيرفكت يا شيرين. بيرفكت. بس أنا خايفة الحاجات دي على بالليل يجي عليها تراب. نو ما تقلقش مدام، دون 10 مينوت قبل الحفلة كل شيء بارفي. هلو ماي جيرلز. هلو سويتيز. اي مازي هابي فالنتاينز. عقبالكم يا بنات. يلا تعالوا الفيري مستنياكم فوق. اوكي. مدام توني بيقول لك بتحبي تعملي مساج على ولا استنى شوي. اوبس نسيت حاجه مهمه قوي. اي هاف تو تكست ا فيري امبورتنت مسج. قول له استناني فوق جايته. اوكي مدام. باقي المنافس هتكون معطله بكماين عشان نضمن نظافه المنطقه المحيطه تماما.
مع وجود قوات بزي مدني بتشكل كردون في دايره نص قطرها 2 كيلو. ده مهم جدا. مش عاوز اي صحفي او مصور يهوب ناحيه البيت. انا عامل الحفله مخصوص في بيتي عشان كده. احنا نمنع دخول الموبايلات نهائي عشان نسيطر على موضوع التصوير ده. صعب قوي يا سياده اللواء، مش معقول هقول لسفير ولا وزير هو ومراته سيبوا الموبايلات بتاعتكم بره، انا مش قلقان من دول. القلق كله من الفضوليين. اللي صحيح عملته ايه في موضوع المطربه اللي اسمها رولا؟ هي فعلا كانت ممنوعه من دخول البلاد باوامر من سعادتك، واحنا وقفنا القرار ده لمده 48 ساعه. طيارتها هتوصل الساعه 1:15، وفي مندوب من عندنا هيستقبلها على باب الطياره حسب توجيهات جنابك. اكتر حاجه قلقاني تكدس عربيات الساده المدعوين. لا اطمن خالص سعادتك يا فندم، احنا عملنا في المنطقه دي ساحه انتظار بتسع ل 700 سياره. هنا تمام سعادتك يا فندم. امال ايه ده؟ ده مكان مولد الكهرباء وعربيه الاسعاف. وده ده مكان كرفان عمرو دياب سعادتك. وده كرفان مين؟ لا سعادتك ده البسين. بسين؟ وانا هعرف ازاي يا يحيى؟ ما تلونوه ازرق. اسفين يا فندم، البسين ازرق والشجر اخضر، معروفه يعني. فعلا يا فندم. Sweetheart. Not good at all, Mom. ايه بس يا حبيبتي؟ حصل ايه؟ It's boring. I thought I would wake up today على حاجة تحسسني نخطبتي النهاردة. حاجة زي ايه بس يا قمر؟ حاجة زي اللي بيعملوها للعروس هيوم خطوبتها. حاجة زي زغروطة. Mom, have you ever heard about زغروطة؟ أجيب لك زغروطة منين بس؟ أنتوا يا بنات تعرفوا تزغرطوا؟ Mommy, come on, no way. طب وأنتوا؟ معلش مدام، أنا مش عارف. طب اعمل ايه انا بس دلوقتي؟ كل اللي في الفيلا في البنيات وعساكر، مفيش حد يعرف يزغرط. مفيش عندكم على الايتيونز زغروطه؟ او مام فورجيت اباوت ات. بليز ويل يو ليف مي الون ناو وذ ماي فريندز. طب استني. ما بقاش ماضي بنتي حيان بيك الزغبي لو ما جبتلكيش زغروطه دلوقتي حالا. هتكلمي مين؟ ده الطاف. توفي. هو از توفي؟ شي واز ماي ناني وين اي واز ا بيبي. على ورق الفل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الو، ازيك يا استمافي؟ وازي ست بيري؟ معقول؟ ايه الخبر الحلو ده؟ طبعا حاجالها. لا لا لا، عربية ايه اللي تبعتيها ملوش لزوم؟ طيب خلاص اللي تشوفيه. سلامة يا حبيبتي. تاكسي وصاحب التاكسي تحت امرك يا ام حماده. ان شاء الله تعيش يا استاذ سيد. طب يعني صحيح تركب مع الغريب وانا موجود؟ شايلك لعوزه يا سيد. ايه ما خلاص يا سيد كفايه، البويه هتطلع في ايدك يا حبيبي. اني سامع صوت زغروطه، ودي بشره خير. عقبي يا رب كده ما نزغرط لاولادك يا رفاعي. طب ما تيجي يا ست الكل نكمل الفرحه، والنهارده عيد المحبه، واجي بالليل واجيب معايا الشيخ فتحي المأذون. مش هيرضى يجي معاك يا رفاعي. ليه بس؟ عشان الشيخ فتحي فتحني في نفس الموضوع، عايز يجي بالليل ويجيب المأذون معاه. واقف كده ليه يا معلم رفاعي؟ لا ولا حاجه. طب ما تروح تقعد على قهوتك عشان الخشونه اللي في الركب. لا ما خلاص، ما انا نعمت يا حبيبي. لا يا راجل. واقف عندك ليه يا حاج؟ ها؟ لا مفيش حاجة يا أبو سمير، أنا طالع أهو طالع. إحنا بنعيش عشان نحب ونتحب. أنت لازم تصارحها بمشاعرك، لازم بكرة تديها وردة وتبص في عينيها وتقول لها أنا بحبك.
ايوه يا ماما ايوه. ايه يا حبيبي مال صوتك؟ لا يا حبيبتي انا كويس كويس مفيش حاجه. طب اسمع، انا خرجت رايحه مشوار. مشوار؟ مشوار ايه يا ماما بس اللي انت رايحاه ده؟ هو انا قبل كده مش قلت لك 100 مره 100 مره يا ماما اي حاجه انت عايزاها انا هجيبها لك، بس ما تخرجيش من البيت. حصل ولا ما حصلش؟ مشوار ايه بقى اللي انت رايحاه؟ مشوار مهم مش هينفع اقول لك عليه دلوقتي، حاجه بتضايقك بس معلش يا حبيبي لما ارجع هشرح لك. في رز وباميه وصدر فرخه في الثلاجه، سخن وكل، ولو اتاخرت اقفع نفسك بالمفتاح ونام. ليه انت راجعه امتى؟ هتاخر يا حماد هتاخر، خلي بالك من نفسك. سلام. علي الصوت بقى يا عم. جبت لك الزغروطه. يا الف نهار ابيض، الف الف مبروك يا استهان. والله انا الفرحه مش سايعاني. ازيك يا حبيبتي وحشتيني. ان شاء الله ما تشوفي وحش. ايه مالك؟ كبرنا بقى يا استمافي بين الشدر على طول السلالم. امال فين عروستنا الحلوه؟ تعالي معايا. الف 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 مبروك يا نور عين. ثانكس توفي. كبرتي وبقيتي عروسة. ليه كده بس يا الطاف؟ ليه كده؟ احنا مش عايزين عياط، احنا عايزين زغريته بس. يلا يلا زغرتي زغرتي. هو انا هزغرت لها بس؟ ده انا هزغرت لها وابخرها وارقيها وارقص لها كمان. او ماي جاد، هترقصي يا توفي؟ طبعا يا حبيبتي، ده انا كنت نادراها ارقص لك يوم فرحك. يلا يا بنات مزيكا. يلا يلا. الطاف الواد قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه، ده الواد قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه، الواد بيقول الاف مش لاقي حد معاه، الواد قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه، الواد قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه، الواد قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه، الواد قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه. مش ناسي يا ام العروسه والله. هابي فالنتاين. فالنتاين ايه بس يا عباس؟ الحقني انا في مصيبه، الطاف ماتت عندنا في البيت. ايه؟ الطاف ماتت عندنا في البيت؟ وايه اللي جاب الطاف عندنا في البيت النهارده؟ كان بترقص مع بيري وصاحبتها في الاوضه، فجاه طبت وقعت ميته. بقول لك ايه اللي جاب الطاف عندنا في البيت النهارده؟ بيري كانت عايزه تسمع زغروته في البيت يوم خطوبتها، عايزه تفرح يعني. قلت اجيب لها الست الطاف تزغرط لها شويه. جايبها تزغرط؟ جايباني واحدة تموت في بيتي يوم؟ هو ده يوم تحضروا الست زفتة؟ انت اتهبلتي في عقلك ولا ايه؟ بس واتس يور لانجويج؟ هو انا كنت اعرف انها هتموت يعني؟ اهو اللي حصل بقى، اتصرف. وانت تعملي كل مصيبة والتانية وتقولي لي اتصرف. عباس ما تزعقليش. ما تبوظيش اعصابي اكتر ما هي بايظة، انا وبنتك واقفين قدام جثة. عندك حاجة تعملها ولا اتصرف انا؟ ميرفت، انت متأكدة انها ماتت؟ ايوه. لا استنى. ايوه يا عباس ماتت، مفيش اي صوت طالع عندها من اي حته. مش يمكن تكون مسرقه؟ مسرقه؟ اسمها مسرقه؟ لا مش مسرقه، ماتت يا عباس. يعني اتصرف ازاي انا دلوقتي؟ الغي حفله بالمعازيم عشان الست هبابه ماتت؟ لا طبعا تلغي ايه؟ نو واي. مام وات ذا فاك از جوينج اون؟ بيري اوت، كلكم اوت. ما تقلقوش يا بنات، everything's gonna be okay. هاي يا عباس هتعمل ايه؟ هتبعت تجيب حد ياخدها؟ حد مين؟ وراش عرفني، حد من قرايبها. مين يعني؟ جرى ايه يا عباس؟ هو مين فينا يعرف قرايب الطاف؟ انا ولا انت؟ ميرفت اسمعيني كويس. ما تقوليش ميرفت. حاضر
مافي اسمعيني كويس، غطيها بملاية واقفلي عليها باب الأوضة بالمفتاح، ما تخليش حد يدخل ولا يخرج، واكتمي على الخبر خالص لغاية لما تصرف، وكل حاجة تمشي زي ما هي. أنا جاية حالا. هات لي نمرة سعيد عبد الجليل رئيس الأهرام. انت بتستعبطي على فكرة. لا بتستعبطي عشان انا اخر مرة قلت لك. استني استني، ده في مكالمة مهمة باين، ما تقفليش خليكي معايا. ايوه ازيك يا سعيد بيه، انا عباس. اهلا وسهلا، كنت عاوزك في موضوع مهم. أمر. كان في ولد بعتهولك اسمه حاجة عبد ربه الفار عشان تشغله عندك من مدة. عباس مين وعبد ربه الفار مين؟ انت مين يا استاذ؟ انا وزير الداخلية. عباس باشا انا اسف، معليك النمرة ما ظهرتش عندي. خلاص خلاص حصل خير. عموما سعادتك نورت التليفون، الف مبروك للهنم الصغيرة. الله يبارك فيك. أمر معليك، شوف لي موضوع الولد اللي بقول لك عليه. اسمه ايه سعادتك؟ اسمه حاجه عبد ربه الفار، مش فاكر اسمه الاولاني. كنت بعتهولك من سنتين تشوف له شغلانه عندك. معاد بلوم على ما اذكر حاجه برضو كده، مش عارف ايه هي. ايوه افتكرت افتكرت، كان اسمه مش مهم مش مهم، المهم انك افتكرت. اه طبعا افتكرته. طب اسمعني كويس يا سعيد بيه، تبعت تجيب الولد ده حالا، أنا محتاجه في أمر ضروري جدا جدا، وتكلمني وهو جنبك على الموبايل بتاعي. أيوة بس نمر التليفون سعادتك ما ظهرتش عندي. عارف، اكتب. أيوة 1. لحظات يا فندم وخليه يكلم سعادتك. مع السلامة، في حفظ الله، في حفظ الله يا فندم. نشوى تعالي لي حالا. ايوه يا فندم. نشوى، من سنتين تقريبا كان عباس باشا القط بعت لنا واحد عشان يشتغل معانا، كان اسمه حاجه عبد ربه الفار. ايوه اظن كان معاد بلوم حاجه، وسيادتك قلت شوفوا له حاجه يعني يشتغل صح. اظن عيناه خدمات معاونه بعقد مؤقت. الحمد لله، الوزير لسه قافل معايا السكه دلوقتي، عايزني اجيب الولد هنا لغايه مكتبي عشان يكلمه. مش دي فيها حاجه غريبه شويه؟ يكونش عصفوره يعني؟ ايه عينت اللي بيراقبني بايديا؟ نشوى. ايوه يا فندم. ابعتي هاتيه فورا. حاضر يا فندم. بسرعه بس بالراحه. يا خيب انت طلعت خواف قوي يا جدع، الواد اخدها منك؟ انا مش خواف، انا بس حظي وحش. لا انت جبان. قلت لك ما تقولش جبان دي يا صلاح. لا انت جبان. لا مش جبان. لا جبان وما عندكش ذره شجاعه، واقل واحد هنا في الجرنان يسكك على قفاك. انا مش جبان يا صلاح ومش بخاف من اي حد في الجرنان ده. بس اسكت وطي صوتك ما توديناش في داهيه، الاداره بتزرع وسطينا عصافير تتشال يا ريح حلو. قلت لك يا صلاح انا مش بخاف من اي حد، ولا حتى رئيس مجلس الاداره نفسه 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 نفسه. انت حماده الفار؟ ايوه. ده انا قالب عليك الدنيا، السيد رئيس مجلس الاداره عايزك. عايزني انا؟ ايوه يلا بسرعه بس بالراحه. طب معلش انا اسف اخر مره والله، هقول لحضرتك على حاجه بس يا فندم. انا والله العظيم حاضر. حماده الفار تعال ورايا. حماده الفار تعال ورايا. الاستاذ حماده عبد ربه الفار، خدمات معاونه الدور الرابع.
يا فندم انا عمري ما جبت سيره سعادتك باي كلمه وحشه ابدا والله العظيم ثلاثه ابدا. اتمنى ان ده يكون حقيقي يا استاذ حماده. يا فندم بس هو ساعات الواحد بتطلع منه كلمات هو مش بيبقى قصدها ابدا. عندك حق والله، انما ربنا ادرى بالقلوب. هنعمل ايه بقى؟ الغلطه بفورة. مالك يا استاذ حماده؟ اتفضل استريح. اتفضل. نشوى لو سمحتي. ايوه يا فندم. سيبينا لوحدنا. ومش عايز اي تليفونات. وبعت لنا اتنين ليمون. تحت امر سعادتك. خير يا حماده؟ في حاجه مضايقاك؟ كان نفسي اكمل هنا وافضل اخدم معاكم. ما تعرفش مين اللي هيمسك مكانك. انا ما مسكتش حاجه. لا مش كده خالص. سيجار؟ لا شكرا، انا مش بستعمل الحاجات دي ابدا. انا هتصل لك دلوقتي بعباس باشا القط، كان عايز يكلم سعادتك. عباس باشا القط عايز يكلمني انا؟ ليه؟ ما عنديش علم. هو يقول لك. الو. ايوه معالي الوزير، انا معايا حماده بيه عبد ربه. ايوه. الو. ركز معايا يا حماده، عندي خبر مش كويس يا حبيبي. الحاجة الطاف والدتك توفت عندي في البيت من شويه، الباقيه في حياتي. ماما يا حبيبتي، يا ماما يا حبيبتي، يا ماما. تماسك يا ابني، تماسك يا ماما. تماسك، شد حيلك، شد حماده، شد حيلك. الاعمار بيد الله وانت عارف كويس. يا حبيبتي يا ماما، انا بعت لك عربيه تجيبك وهستناك عندي في البيت. يا حبيبتي يا ماما، يا حبيبتي يا ماما. ايوه سعاده الباشا. قفل. ازاي فجأة كده؟ مالها ماما حماده؟ ماما يا استاذ سعيد تعيش انت فجأة؟ بقى في حياتك يا ابني، شد حيلك يا ماما، انت شاب مؤمن. يا حبيبتي يا ماما. نشوى. يا حبيبتي يا ماما. تعالي لي بسرعة عشان هنكتب نعم. يا حبيبتي يا ماما. اعتبر نفسك في اجازة مفتوحة، يعني ترجع الشغل وقت ما انت عايز. خد. اشرب يا حبيبي. خد. خير يا فندم. استاذ حماده والدته تعيش انت. ايه ده؟ البقاء لله. يتصرف له اعانه 2000 جنيه وينزل نعي باسم المؤسسه الطبعه الجايه. تعال تعال يا حبيبي. تعال اقعد. لا حول ولا قوه الا بالله. ماما ماما. قول لي يا حماده، هي والدتك اسمها ايه؟ اكتبي يا نشوى. اسمها الطاف حسنين. حسنين بالالف. اسمها بالكامل الطاف حسنين ايه؟ لا يا فندم متشكر جدا، ملوش لازمه النعي كده كويس. ما هو لازم نعمل الواجب يا ابني. اسمها الطاف حسنين ايه؟ ها؟ حسنين ال قول يا حبيبي. ها؟ القط. هو انت ومعالي الوزير قرايب؟ قول يا حماده. ده انا كده يا ابني عرفت والاصول اني اعمل الواجب. امي الله يرحمها بنت عم معالي الوزير. ده كلام يا حماده، ودي حاجه تخبيها علينا برضو. انا ليا عتاب معاك بس ده مش وقته. اصل هو كان محرج علينا سعادتك انه ما حدش يجيب سيره الموضوع دوت لاي بني ادم. طبعا راجل محترم ما بيستغلش نفوذه ومش عايز حد من اهله يستفيد من منصبه. ما انا لو عرفت انك قريب عباس باشا كنت عينتك مدير تحرير. بجد؟ انت مش بتعرف تقرا وتكتب؟ عشان انا خلاص داخل على البيت. طب اهدي، انا طالع اهو. بابي. اهلا يا بير يا حبيبتي. شفت اللي حصل يا بابي؟ حبيبه بابي ما تقلقيش ما تقلقيش. طمني يا عباس، عملت ايه؟ بعدت اجيب ابنها، كلها نص ساعه والحكايه تخلص.
امال هي فين دلوقتي؟ شوفي قصدي الجثه، تعالى عندي جوه، تعالى ما اوريها لك. لا يا حبيبتي لا لا لا، مش عايز، مش انا مش قايل لك اقفلي عليها بالمفتاح؟ طب خد شوف كده الفيديو ده. مين اللي صور بتاعنا؟ دي دانا صاحبتي. تمسحيه فورا، انتوا كلكم تمسحوه، فاهمه؟ وما تجيبوش سيره لحد. اوكي داد، بس ناو اي هاف ا جوست ان ماي روم. يعني بتقول لك بقى في عفريت في اوضتها. فاهم فاهم. بعدين جوست يعني شبح. ما تخافيش يا حبيبتي، ده بيت وزير الداخليه، العفاريت تخاف تقرب له. روحي انت شوفي شغلك. ايه يا عباس انت هتقعد لي؟ الوقت بيجري، ابنها هيجي امتى؟ ما قلت لك جاي في السكه، ما تقلقيش. ايه ده؟ يوصلوا السماعات يا عباس. اه السماعات. ايه ده؟ انت هتصاحبني؟ برضه مش بيرد. اكيد مشغول في اجراءات الدفن. او جايز مشغول في الحفله. طيب احنا كنا بعتنا ورد باسم سعادتك زمانه في السكه، نعمل ايه؟ مش عارف. ولو حضرتك عايز الناس تلحق تنشر نعي في اول طبعه بكره، لازم نبتدي نبلغ دلوقتي. ايوه مش لما اعرف الاول ان كان فرح ولا عزا، ابعت ورد ولا انزل نعي؟ لو فرح وانا عملت نعي وبلغت المسؤولين هتبقى مصيبه، ولو عزا وانا تجاهلت الموضوع كله رغم علمي بيه وكمان بعت ورد، لا 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 هتبقى المصيبه اكبر. انا مش عايز اغلط يا فندم. ده اتصل بيك بنفسه عشان يلاقي واحد من قرايبه يبلغه. معقول هيعمل حفله وبنت عمه لسه ميته؟ ومعقوله حفله بنته اللي عازم فيها نص كبارات البلد يلغيها عشان الست الطاف ام حماده الفار ماتت؟ لا 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 انا مش هعمل حاجه من نفسي، انا هكلمهم في الوزاره وهم يقولوا لي. اه دي الغلطه بفوره. الموبايل لو سمحت. زاهر معالي وزير وصل. زاهر معالي وزير وصل. اتفضل. استنى هنا ثانية واحدة. انت حماده ابن الحاج الطاف؟ اه. ازيك يا حماده؟ اخر مره شفتك فيها كنت قد كده، ايه من 20 سنه جاز اكتر، كبرت اهو بقيت راجل ما شاء الله. شوف الايام بتجري ازاي. بس انت مش واخد حاجه خالص من عيله القط، طلعت شبه ابوك فار، حتى شكلك ملخبط زيه. يا كل واحد بياخد نصيبه يا ابني. ازيك يا حماده؟ انت مكشر ليه يا ابني؟ اه البقاء لله يا ابني، بقى في حياتك يا حبيبي. الحاجه الطاف كانت غاليه علينا قوي. يعني هي ماتت بجد؟
ايوه يا ابني، يعني هكون عامل فيك مقلب. طب وهي ماتت ازاي؟ قدر يا ابني، هو الموت فيه ازاي؟ ما تتكلمي يا مدام. عباس عايزك ثانية واحدة. هي ايه حكاية؟ ها؟ يلا اهو كل واحد بياخد نصيبه. قصدك ايه يا عباس؟ يا مرفت بواسي الواد بالطريقة اللي هو يفهمها. وبعدين هو الموت مش اسمه نصيب. نصيبها كده. مامتك كانت مبسوطة وفرحانة وبترقص، وفجأة وقعت ميتة. ولعلمك يا ابني دي أحسن موتة. ماتت وهي فرحانة. بس النهاردة بقى لأجل الحظ شبكت أختك بيري. أختي بيري مين؟ بريهان بنتي. وطبعا كنا عاملين لها حفلة في البيت كده على الضيق عشان نفرحها هي وأصحابها. وأنت عارف يا حمادة الحاجة ألطاف هي اللي مربية بيري، وكانت بتحبها زي بنتها بالظبط. وكانت تتمنى لها كل خير. إحنا عايزينك تقدر الموقف. أيوة يعني أقدر الموقف أعمل إيه يعني؟ مش فاهم. اسمع يا حمادة، تعال أقول لك. المثل بيقول يا ابني الحي أبقى من الميت. أنا متكفل بكل المصاريف. أنت دلوقتي هتاخد المرحومة وتروح بيها على البيت عشان الوصول إنها تطلع من بيتها يا حبيبي. بس كل الإجراءات هتتعمل هناك. وأنا بإذن الله هاجي بكرة أحضر العزاء. يا باشا إحنا آسفين إن إحنا أحرجناك. هي أكيد ما كانتش تقصد تموت هنا. سلمون أمي بس وأنا هتصرف. أنا هدفن بس. ملوش لازمة العزاء. بس يا ريت لو حضرتك توصي علينا عشان نطلع تصريح الدفن بسرعه. بس ما تدفنش النهارده. التصريح هيجي لك بكره الساعه 8 الصبح وتدفن بعد صلاه الجمعه. امسك نفسك يا حبيبي، امسك نفسك، امسك نفسك. تموت علينا حق يا حبيبي. خلي دول معايا. لا مستوره يا عباس باشا، مستوره الحمد لله. لا عيب، ما تقولش لخالك عباس. لا ربنا يهديك. طيب انا متشكر جدا. انا اروح طيب اجيب عربيه تحت الطلب و... لا لا تحت الطلب ايه يا حبيبي؟ لا ده حتى يبقى فال وحش حد ياخد باله. مش شايف المغه اللي احنا فيها؟ طب اعمل ايه؟ طيب مش فاهم. خلاص انا وضبت كل حاجه، ما تقلقش. تعال تعال اركب العربيه دي هنا. يلا. المستشفى على طول، كله ما يشغلش السرينه. اطلع على طول، مع السلامة. خير بإذن الله، ابقوا طمنونا. مبروكة يا مرفت. معلش بقى يا عطلة والسلامة. يا ساتر يا خبر، فاضل 5 ساعات والناس تيجي. اشتغل يا ابني. يعني مرة ما تتصرفيش من دماغك أبدا. خلاص بقى يا عباس انسى بقى. دي كانت عينه راحت لحالها. حاول تنام شوية، هصحيك الساعة 4 عشان تبدأ دجاز. مين هيجي له نوم بعد التوتر ده؟ لا 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 لا، أنا هاخد الموبايل منك علشان تعرف تنام. مش حاسس إن هيجي لي نوم. معلش يا حبيبي، حاول. هحاول. حضرتك أنا بقالي ساعة بحاول أتصل بأي حد في الوزارة. طيب فين سامح بيه؟ في سؤال مهم جدا لا يتحمل أي تأجيل. شكرا. ها قالوا إيه؟ مش قادر أوصل لأي رد. طيب أوكي، مع السلامة. أنا بعت ولد صحفي من عندنا يقرب من الفيلا ويحاول يعرف أي حاجة. الدنيا ساكتة خالص، لا مزيكا ولا قرآن. طيب الوقت بيجري. يا فندم لازم قرار، عطل الطبعة الأولى. مش عايز اغلط. طب انا عندي فكره. ايه؟ احنا نمسك العصايه من الوسط، نلغي النعي بتاعنا عشان ما يتمسكش علينا اي حاجه، وفي نفس الوقت انت تبلغ المسؤولين بالمعلومه وهم بقى يتصرفوا مع بعض. ساعتها اللي عايز ينشر نعي احنا تحت امره، مش هنقول لا. وبالطريقه دي مفيش اي حد يقدر يلوم عليك. Baby.
ايه؟ تليفون رئيس الوزراء. أهلا يا دكتور. وقال اللف مين؟ حياتك الباقية. لا. متشكر. متشكر. مع السلامة، مع السلامة. في إيه يا عباس؟ التليفون ما بطلش يرن من ساعة أنت ما نمت، بس أنا ما رضيتش أصحيك، في إيه؟ أيوة يا دكتور. حاضر. أهلا سيادة الرئيس. حياتك الباقية يا فندم. أزمة قلبية. شكرين يا سيادة الرئيس، ربنا يخلي سعادتك لينا. مين اللي مات يا عباس؟ بنت عمي. بحسك في ألطف. هم عرفوا إزاي؟ مش عارف، هاتيلي هدوم. أنت نازل؟ والحفلة؟ هشوفه أقول لك. أيوة يا يحيى، أنا جاي المكتب دلوقتي حالا، اسمعني كويس. أنا نمت ساعتين، صحيت لقيت الناس بتعزيني. عاوز أعرف إيه اللي حصل في البلد في الساعتين دول. الخبر اتسرب عن طريق مكالمات تليفونية تمت ما بين الساعة 3 والساعة 4 سعادتك. مين يا يحيى؟ سعيد عبد الجليل يا فندم. أنا توقعت كده برضه. شغل يا ابني. اديني سجارة يا ممدوح. يا فندم، ازاي معاليك؟ اهلا يا سعيد بيه، ازيك؟ معلش ازعجت معاليك، بس في خبر لقيت واجب عليا ابلغ سيادتك بيه. ايه خير؟ بنت عم عباس باشا القط توفت النهارده الظهر. يا يوم شبكت بنته؟ ايه الحظ ده؟ ده موقف صعب. طيب هو عامل ايه يعني؟ ايه موقفه؟ الحقيقه هو كلمني وكان متاثر جدا وصوته حزين. متاثر يا كلب؟ وواضح ان المرحومه كانت عزيزه عليه قوي. لا يبقى كده اكيد هياجل الحفل. بس انا قلت له يا عباس فكر شويه. بكلمك عيط على صدرك انا. مش عامل فيها صاحبي. مليش. ده انا هفرمه. 22 مكالمه في اقل من ساعه، وطبعا اللي بيعرف يبلغ الباقيين. معاليك محبوب قوي جنب الوزير، والكل يحب يجامل سعادتك. جاملني ايه بس يا يحيى؟ انا في ورطه كبيره. الو، عملت ايه يا عباس؟ لسه ما عرفش. يعني ايه لسه ما عرفتش؟ عباس انا مش ناقصه تبع اعصاب الناس، انا بديكي. لسه ما عرفتش. مش ما عرفتش ليه؟ كل حاجه هتقولي ما عرفتش. طيب حاضر. لما اعرف كده حل المشكله. انا فين دلوقتي؟ عباس اتصل. حاضر. اتفضلوا انتوا دلوقتي. استنى انت يا يحيى عايزك. ممدوح اتصل لي بسامي عبد العال، قول له عباس القط عاوزك حالا، وابعت له عربيه تجيبه. يلا. كلمني وهو متأثر. انا عاوز ملف الكلب ده يجيني هنا دلوقتي. اتفضل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله يا رب. متشكر. اتفضل. السلام عليكم. كده كانت بتضحك ومنوره الدنيا، صاحيه زي الفل. سبحان من له الدوام. في الجنه ونعيمها ان شاء الله. الله يرحمك يا ست الطف. كانت جماليلها مغرقه الحاره كلها. انا ما انساش ابدا يوم الواد سمير ابني ما جات له حمى وفضلت سهرانه جنبه ليلتين من غير نوم تعمل له كمادات. دي كانت لما تشوف الحال واقف في الدكان تدور على اي حاجه وتقول يا بكر تعالى صلحها. فاكرين قضية القهوة والغرامة؟ أصرت تعمل لي جمعية وقبضتني يعني أول اسم. الله يرحمه يا سيدي. فصيلة. بقى إيه في حياتك يا حمادة؟ اللي بقى إيه في حياتك يا حمادة؟ رانيا ازيك؟ ازيك يا حمادة؟ انا يعني متشكر. اتفضل قعد ضيوفك يا حمادة. يلا رجالة اتفضلوا. اهلا وسهلا. يعني ما ايه اللي جابكم؟ يعني مش لا يعني قصدي انت كويس؟ ملوش لزوم. متشكرين جدا. ايه انت كويس؟
الحمد لله. يعني الحمد لله، بس يعني مش عارف الظروف بقى واللي حصل، ف مش عارف. واضح ان مامتك كانت ست طيبه قوي والناس كلها بتحبها. كان نفسي فعلا اتعرف عليها. معلش، المره الجايه ان شاء الله. البقيه في حياتك يا حماده. انا مش فاهم ايه الحكمه من كده. ليه هو يبعت التصريح الصبح؟ ما كنا طلعناها احنا دلوقتي ودفناها. يعني هو يقول لنا كمان ندفن امتى؟ يعني هيفضل يعرفنا في عيشتنا وفي مماتنا؟ اليوم مسك وزير وهو بينجي ارزف ظباط مباحث ويحدفهم علينا. من الشغل ما بحبش العب معاه، اصله كان بايخ ورخم. الله يرحمك يا استاذ شاهين يا خراط، كان ساكن هنا وكان كل يوم يرن علقه صوته يجيب اخر الحاره، اصله كان بيسرق مانجا من السوق. هو انت عرفت ازاي رانيا صحيح؟ صلاح قال لي، واول ما قال لي قلت له استنى هروح اغير هدومي واجي معاك على طول. البقيه في حياتك يا حماده. صلاح ازاي؟ ما انا يا ما متشكر. شد حيلك يا حماده. ربنا يخليك يا حبيبي. حماده تعال انا عايزك. ايه يا عم دماطي؟ عايزك يا ابني تروي. عايزني في ايه؟ ثواني على طول مش هتتاخر. تعال. طب معايا ضيوف يا عم دماطي. على طول مش هتتاخر. تعال يا حبيبي. مش هتتاخر ها؟ لا خالص. عن اذنك ثواني عشان اشوف هو في ايه. يا حماده خلي دول معاك. ربنا يخليك يا عم دماطي، مستوره والحمد لله. معلش انت محتاج مصاريف كتيره، الموت اليومين دول بيكلف كتير يا ابني. انت اتفقت مع الفراشه ولا لسه؟ لا لسه. وليه هو اللي هو احنا يتفق مع اي حد مننا يروح مكانه؟ اروح انا؟ لا ما ينفعش يا رفاعي، روح انت توكل على الله. لازم بنفسه يا رفاعي، لازم يشيل مصاريف الجنازه والميتم بنفسه علشان يسلم من كلام اللي يسوى ولا ما يسواش. الأصول كده. للأسف يا فندم كده يبقى سبق السيف العزل. لا عزل دي مش عايز أسمعها يا سامي، أنا جايبك هنا عشان عاوز حل. أنا عارف إن الهانم الصغيرة والهانم والدتها هيزعلوا، لكن الإصرار على إقامة الحفلة دلوقتي يا فندم، سامحني معليك يعني، هيسحب من غسيل سيادتك كتير، خصوصا الوقت دلوقتي حرج. سيادتك فهمني انا قصدي ايه. هو صحيح المرحومه تبقى بنت عم حضرتك، يعني قرابه من الدرجه الثالثه، لكن المشكله ان البلد كلها عرفت الخبر، وكمان الصدفه السيئه ان بكره يوم جمعه. يعني اي وزير او مسؤول هيقول طيب اهو اصلي الجمعه في نفس الجامع اللي فيه صلاه الجنازه، وهو يبقى صلى الجمعه وجامل سيادتك. يعني المساله مش هتبقى مشاطرات وتليفونات وبس. سيادتك لازم تاخد قرار بسرعة. أكيد دلوقتي الناس كلها مرتبكين، مش عارفين يلبسوا يروحوا الحفلة ولا يعملوا إيه. بس الموقف مش سيء قوي زي ما سيادتك متخيل، يعني ممكن يكون في جانب إيجابي. إيجابي إيه بس يا سامي؟ هو في أنيل من كده؟ إحنا ممكن نستغل الموقف ده بحيث يكون في صالح معاليك، ويكون سبب في تأصيل شعبية سيادتك، ويبرز في شخصيتك النبل والوفاء والتمسك بالقيم والتقاليد اللي بيقدرها الشعب المصري. ازاي يعني؟ انا عن نفسي كرئيس تحرير جريده معارضه طبعا كنت هتجنب اني اكتب عن الحفله في الجورنال بتاعي، بس غيري كان هيكتب. لكن دلوقتي كلنا كجرايد حكومه ومعارضه هنكتب عن موقف انساني نبيل، عن انسانيه وشهامه وزير الداخليه اللي لغى حفله خطوبه بنته علشان وفاه واحده قريبته. الشارع المصري يا فندم هيتكلم عن اصاله معدنك، وهتعاطف انسانيا مع سيادتك. انا رايي من راي سامي بهم عليك. عباس باشا، سيادتك لازم من دلوقتي تتولى بنفسك وباهتمام شديد كل اجراءات الدفن وسرادق العزاء. يحيى امرني سعادتك. بلغ القوى اني نازل الخليفه اجيب المرحومه. امتى يا فندم؟ دلوقتي. امرك. متشكرين قوي يا سامي. تحت امرك يا فندم. البقاء لله. حياتك البارده. شد حيلك يا فندم. شد. Thank you.
بقول لك يا صاحبي، هو ايه الدنيا فيها؟ ايه ده يا غدع انت؟ بقاء لله يا معالي الباشا. انا ارفعي لو فاكرني، ارفعي. ماتشات الكرة الشراب والطيارات الورق ساعة العصاير. نورت الحارة عباس باشا. بكر الشربيني، شكلك نسيت ايام زمان. بكر السطوح البت صباح. اهلا اهلا. ورا شوية يا شوقي، ورا شوية. امال حمادة فين؟ حمادة راح محل الفراشة عشان يجهز المطلوب. جاهز ليه؟ امال انا رحت فين؟ شاوي انجز. تفضل استريح يا سعادة الباشا. شكرا انا مرتاح كده. يا اختي قمر بقى احلى من زمان. بس وشه منور ازاي؟ والنبي احلى من التلفزيون بكتير يا باشا. الحارة اتغيرت كتير عن زمان. مفيش حاجة بتفضل على حالها يا باشا. هي مش الست الطاف ماتت؟ امال جايبين الاسعاف ليه؟ يمكن يقدروا يعملوا له حاجه. وحد الله يا سيد، ما يحييش الموتى الا الله سبحانه وتعالى. اه صحيح. طب ما تقول له شيخ عبد الحميد. ها؟ لا قول له انت. البيا في حياتك يا باشا. حياتك البيا. انت الحاج علي الضماط صاحبك اكيد ده انت فاكره يا باشا. لا الحقيقه مش فاكره. الذاكره بقى. ولا انا فاكرك يا باشا، بس انا ليا استفسار صغير. ابن المرحومه لما يجي هنقول له ايه؟ قول له يجي لي على بيتي. المرحومه دلوقتي بقت مسؤوليتي. ايوه بس واجب ننتظره سعادتك. ده هو زمانه جاي. مش هي دي الاصول برضه يا باشا؟ وانت بقى اللي هتعلمني الاصول. ورا سعاد، ورا. كله تمام يا فندم. يلا بينا. عباس يا عباس، ولا يا عباس، مش هتيجي تسلم عليا يا ولا عباس؟ انت ولا عباس؟ خليك مكانك يا سيادة العميد. ولا تعال يا ولا تعال. اهلا، ازيك يا خاله نعمه؟ يخيبك يا ولا، مالك كبر زي كده ليه؟ الزمن بقى كده يا قليل القصر. ما تجيش تسأل على خالتك نعمة. معلش سامحيني يا خالة، الشغل. هو انت مش دخلت كلية البوليس؟ امال مش لابس ضابط؟ لا يا ولا، اوعى يكونوا رفضوك. هيحصل بإذن الله. عن إذنك بقى يا خالة عشان عايزيني في الشغل. استنى يا ولا، خد عد على الفرن، عد عليه وهات لي خمس ترغيفة متقعين. ها؟ خد يا ولا. انت يا ابني شوف الحاجة عاوزة ايه وهاتهولها. يلا ولا يا عباس. يلا انت بقى يا عباس. خلينا انت بقى تحفظ عليا ولا ايه؟ بابا تحفظ ولا ايه؟ عباس هذه تجاوز المأمورية مني وفي وجهي ليك، فخفي لفاتك. اهدي بقى شويه وكفايه توتر، وبلاش وحياه ابوك الكلمتين اللي انت حافظاهم من تانيه ابتدائي دول وعماله ترطوني بيهم. مش معايا انا
كده يا عباس؟ هو ده اللي قدرت عليه؟ لا، والاسم اللي متجوزة وزير الداخلية بقى لهم. سمي نفسك يا مرفت. الله، كنت عاوزاني اعمل لك ايه يعني؟ قالت 100 مرة في تغيير وزاري اليومين دول. بعدين تعالي هنا، مين اصلا السبب في المصيبة دي؟ ايوه، خليك ماسك لي بقى في البق ده. لا يا حبيبي، المصايب ما بتجيش الا من وراك انت وعائلتك. يا سلام، تعال خدني على مين كمان. مافي، من فضلك حاولي تفهميني. العزا ده في وشي وفي وشك زي الحفله بالظبط، نفس المعازيم، بس هيقولك لابسين اسود، نفس الدرجه من الاهميه. ممكن تهدي بقى عشان الوقت بيجري وعايزين نشوف هنعمل ايه. ماشي، وريني هتعمل ايه مع الناس اللي تحت. حاضر، اتفضلي انت غيري اللي انت لابساه ده عشان ننزل سوا. طب ادخل الاول لبيري قول لها كلمتين، دي مقهوره قوي، موتت نفسها من العياط. لا ادخلي لها انت، انا هسبقك. ايه؟ والله يا حماده زي ما بقول لك كده، احنا كلنا كده ما كناش نقدر نعمل حاجه. ده ابو سمير قال كلمه واحده، خرجوه بره الحرم ناوله من ايد لايد. وبعدين هو قال المرحومه دمه ولحمه وملزومه منه، جايز يعمل باصله ويتكفل بكل حاجه. ايه اللي انت بتقوله ده يا عم بكر؟ الله، ده انا ابنها. مين اولى، ابنها ولا ابن عمها؟ عندك حق يا حماده، الموضوع ده فيه ان المرحومه تموت عنده وبعدين هو ياخر الدفن ويبعت لك تاخدها ويرجع يرجعها تاني؟ لا، الراجل ده اكيد بيعمل حاجه احنا مش فاهمينها. انا هروح اجيب امي. ايه؟ تعالى تعالى بس. استنى يا ابني، ما تجيش تفهم. استر يا رب. خير يا سيد. نجنة، خش يا استاذ سيد. ما تخافش ما تخافش، دي الحراسه اللي قدام بيت عباس القط. انتوا رايحين فين؟ حضرتك احنا رايحين لعباس باشا. عباس باشا مين؟ حضرتك انا اللي كنت موجود النهارده الدوريه، انت مش فاكرني؟ لا مش فاكرك. عايز ايه من عباس باشا؟ بعد اذنك لو تسمح، دي مسائل عائليه. طب انزل لي كده، انزلوا لي كلكم. انت معاك ايه؟ انا معايا بوصله تفيونة باشا. هي فين؟ انا معيش رخص. صلاح امسك دي. بقول لك ايه يا عم الوسطى، بشويش كده لف وارجع. الف وارجع ازاي؟ ورايا ظابط. لما اقول لك لف وارجع تبقى تلف وترجع. احنا مش ارهابيين، احنا مش ارهابيين. انا بتاع الافيون. سيبوه وسيبونا لوحدنا. والناس اللي مسكناهم سعادتك نعمل فيهم ايه؟ سيبوهم. لكن سعادتك دول اعترفوا بمحاولة اغتيال سعادتك. اعترفوا؟ برافو. معلش سيبوهم عشان خاطري، مش هيعملوا كده تاني. اتفضل يا سيادة اللواء. انت عايز ايه تاني يا حمادة؟ مش كفاية الحفلة اللي باظت؟ انا عاوز امي. عاوز امك تعمل بيها ايه؟ انت اللي خدتها تعمل بيها ايه؟ بعمل لها قيمة، وعمل لك انت كمان قيمة يا متخلف. ما عملتلهاش قيمة وهي عايشة، هتعمل لها قيمة وهي ميتة؟ انا عاوز امي. ايه متخلف دي؟ شوف بقى، ما اقولك انا مطول بالي عليك. امك ماتت عندي هنا تبقى مسؤولة مني، ولم نفسك لحسن ادفنك قبلها. انت يا حبيبي فاكر ان مامتك موجودة عندنا هنا؟ امال وديتوها فين؟ مامتك في المستشفى. ليه؟ مالها؟ في تلاجة المستشفى يا متخلف. وكمان تلاجة؟ أمي بتكره السقعة. يا حمادة النهاردة الدنيا حر، يعني مامتك لازم تبات في تلاجة. أنا عامل حساب أدفن بدري. ده هيقول لي أدفن برضو. افهم يا هطل، أمك ما بقتش الست ألطاف، أمك بقت بنت عم وزير الداخلية. أيوة يا حمادة، دي هيتعمل لها جنازة محترمة فيها كل أكابر البلد، وزراء وسفراء ورجال أعمال وأعضاء مجلس الشعب وشورى وجرانين وتلفزيون ومندوب من رئاسة الجمهورية. ده إذا ما جاش الرئيس بنفسه يعزف أمك. جنازة تاريخية يا حمادة، عمر ألطاف ما كانت تحلم بيها. ده احنا لغينا الحفلة كلها دي مخصوص.
حمادة، الباشا عايز يكبرك انت ومامتك وسط الناس، وعلى فكرة الكلام ده محتاج ترتيبات كتير والوقت بيجري وانت معطل كل حاجة. ها قلت ايه؟ عندك بدلة سودا؟ لا. يبقى لازم نشتري لك فورا بدلة سودا وجزمة سودا وكرافات اسود. ليه؟ ده لبس العزا يا حمادة. ايوه بس الستات عندنا هم اللي بيلبسوا اسود. احنا بقى عندنا الرجالة هم اللي بيلبسوا اسود. عاوز حاجة؟ I'm leaving now. اوكي يا حبيبتي. Take care. ايه ده؟ تعالي هنا. رايحة فين؟ رايحة صارو. دلوقتي؟ ايوه يا عباس، هتسافر هي واصحابها بالطياره، ما تقلقش. مين ده؟ مالكيش دعوه، امشي انت. مين دي؟ مالكش دعوه. ده وقت السفر؟ ايوه، دي اصلا فكرتي. خليها تهدى وتنسى المصيبه اللي حصلت وتبعد عن الورطه اللي احنا فيها دي. خلونا في المهم، انتوا هتدفنوا المرحومه فين؟ في مقابر الاسره طبعا. وفين مقابر الاسره دي؟ في الغفير. غفير؟ ايه يا عباس؟ ليه مش في ارض اللواء؟ ارض اللواء دي حاجة تانية خالص يا حبيبتي. يعني مقابر الاسرة دي مستواها ايه؟ اخر مرة رحتها من زمان مش فاكر يعني، بس مش بطالة. طريقة كلامك مش مريحاني يا عباس. احنا لازم نعين المقابر دي حالا، لا تكون مش مناسبة. دلوقتي؟ مضطرين، الحاجات دي مهمة جدا. حمادة، تعرف توصلنا لهناك؟ اسف يا فندم، دي المدام. مش وقتها خالص يا بدو الرنه دي. اقفلي دلوقتي، انا في الشغل. ما هو ما عليك الا امرت عشان الفالنتاين يعني وكده. يا نهار اسود ولا طه. ايه الموزه الجامده قوي دي؟ والد سعادتك مدفون هنا ومعاه عمك سيد وعمك حسنين. أما أوضة الحريم بقى فيها الست والدتك، الست شربات، وخالتك نبوية، وعمتك محاسن. خلاص 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 خلاص. إيه يا شوقي؟ مش معقول كده، ورا شوية. عباس، عايزاك. نو واي، ما ينفعش ندفن هنا. ليه بس يا مافي؟ أنت عارف ليه يا عباس؟ وكتر الكلام ملوش لازمة. ما تعديها، خلينا ندفن ونخلص. طب أدفنها عندنا؟ عندنا فين يا عباس؟ في المدافع بتاعتنا. يا نهار اسود، انت كرس عقلك حاجه؟ عايزني ادفن الطاف جنب ماما الله يرحمها، واهل الحته بتاعتكم يبقوا رايحين جايين على المدفن بتاعنا؟ يعني اعمل ايه انا دلوقتي والساعه عدت 10؟ اتصرف يا معالي وزير الداخليه. حاضر. شاوي شاوي. ايوه يا فندم. انت بعدت عني كده ليه؟ قلت لك ما تبعدش عني. معلش كنت بره فاتحه يا فندم. اطلب لي رئيس الحي. حاضر. الدنيا أكبر من بلدان، يوم تهزك من بلدان ويوم توزك من بلدان، وبالتبابر بلدان وبالتصبر بلدان وقربنا بلدان وجبنا جبنا بلدان وقلنا لك بلدان أكلنا أكبر بلدان. أياشا يا باشا، زي ما عليك يا باشا. أهلا يا دكتور، عاوزك تشوف لي عندك تربة يكون عليها القيمة كده. عندي يا باشا، موجودة وجاهزة وتحت أمرك. سعادتك عايزها فين؟ لا يا باشا ثق فيا واسعد.
محدش دخلها قبل كده، نظيفة. اتنين، ساعة زمن معليك تأمرني سعادتك. ألف سلامة يا باشا، مع السلامة سعادتك. مش أنتي السلام عليكم يا جماعة. السلام ورحمة الله وبركاته. الله، أنت جاي لوحدك؟ وإيه اللي في إيدك ده؟ دي بدلة جديدة وجزمة جديدة اشتروها لي علشان أروح بيها العزا مع الوزير. يعني إحنا نتضرب ونتبهدل وأنت راجع ببدلة جديدة؟ كنا فاكرينك هترجع بالمرحومة زي ما قلت. يا جماعة افهموني، الراجل نيته طلعت سليمة على فكرة، وقصده خير، ويعني عايز يكرم أمي. يكرمها إزاي يعني؟ يعمل لها ماتش اعتزال؟ لأ لأ يا عم رفاعي، هيعمل لها جنازة محترمة جدا، والجنازة دي هيحضرها وزراء كتير ومهمين والمحافظين والرؤساء بتوع مجلس الشعب، ويعني هتبقى جنازة حلوة يا عم رفاعي. غير كده كمان هو هي عايز يدفنها في مدافن أبها. ايه الغلط في كده طيب؟ قريبك الوزير عاوز يعمل جنازة للفشخرة والمجاملات، واحنا ما نعرفش نعمل كده. دي جنازة متفابركة ولا مؤاخذة؟ جنازة زي جنازات أفلام السينما، والمرحومة ما كانتش تستاهل كده. هي كانت تستاهل الناس اللي عايشة معاها هم اللي يشيلوها ويترحموا عليها. كده أهل الحارة مش يقدروا يعملوا الواجب، يعني لا هنحضر عزا ولا جنازة. الباشا الوزير عايزك متلمعين وشاربين نشا، إنما إحنا ناس على قد حالنا. وحتى لو رحنا نص اللي هيروحوا مش هيرجعوا. يا عم كل المباحث وبتوع تنفيذ الأحكام هيكونوا هناك. اسمع يا حمادة، أمك كانت غالية علينا قوي زيك بالظبط ويمكن أكتر. الست ألطاف جمايلها على الكل. الجنازة للميت قبل ما تكون لأهله. شوف كده الجورنال. اتفضل. لأن ما حدش مات في مصر غير الست ألطاف. رئيس الوزراء والوزراء وأصحاب الشركات بيشاطروا معالي الوزير أحزانه. فين حمادة هنا بقى؟ أهو السطرين دول ودمته. شفت يا حمادة؟ انت صغير جو قد النمن ما وسط الكبار، لكن وانت بين اهلك وناسك كبير قوي. طب وانا اعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا انت صاحب حق وحقك لازم تاخده، بس حماده لوحده ما ينفعش، لازم يكون معاه محامي. وانا اجيب محامي منين السعادة يا استاذ سيد؟ تاهت ولقيناها، المتر عزمت. انا ايوه يا عزمت. بس يا عم عزمت ما بقتش محاميه. قصدك سايبه الشغل بقالي 8 سنين؟ بس انا محاميه وهفضل طول عمري محاميه يا ابني. وانا بقول لها تفتح مكتب، دي استشاره، حماده محتاج مساعده قانونيه، يعني صح نروح للغريب؟ بس يا بابا القانون محتاج لياقه ذهنيه، وانا مش في الفورمه بقالي فتره. يا ماما ولا يا كريم سيبوا سيولا. ماما ما بيشربش بيولا. كنا بنقول ايه؟ اه انا محتاجه وقتي عشان استعين لياقتي القانونيه. كابتن عصمت، في سؤال بيطرح نفسه، هو الحق معايا ولا مش معايا؟ طبعا معاك يا حماده، محدش يقدر يسلبك حقك الشرعي والقانوني والدستوري في انك تستعيد والدتك، بس انهي مواد تحديدا في القانون والدستور؟ الحقيقه انا مش متذكره. كانوا هنا؟ يعني هيكونوا راحوا فين يعني؟ ما تدور معنا يا مجدي. اكون حطيتهم في الكرتونه اللي في البلكونه؟ لو المستشفى رفضت تسليمك والدتك ده تبقى وقعتهم بيضة. هم دول القانون الجنائي والقانون المدني. هاي برافو عليك يا حماده، ناقص بقى نسخه من الدستور. بنت يا شروق، مين اللي قطع الكتاب ده كده؟ اهو تمام كده، يلا بينا. خلي بالك من العيال يا مجدي. مفيش خروج جثث من المستشفى قبل 8:30 الصبح. القانون مش بيقول كده يا استاذ. دي تعليمات المستشفى وملهاش دعوه بالقانون. القانون يمشي على المستشفى وعلى التعليمات الا الحاله دي. مين حضرتك؟ انا الحراسه على جثه المرحومه. وتحرس ليه جثه المرحومه؟ هي ماما كانت نفرتيتي وانا ما اعرفش. دي تعليمات عليا يا فندم، دي امه، هو الوحيد المسؤول عنها بحكم القانون. معاك ما يثبت ان امك؟ ايوه معايا، اتفضل شهاده الميلاد. اسم الام مش واضح،
روح طلع بدل تلف الصبح. ده تعنت المستشفى هتتحاسب عليه كويس جدا. يلا بينا يا حماده، انا عارفه انا هعمل ايه. ايه ده ليه يعني؟ ليه عبيط يعني؟ من فضلك يا حضرة النقيب ما تتجوزش. وانت مين؟ عصمت علي الضماطي المحامية. يعني انتوا جايين الاسم عشان تعملوا محضر في عباس القط؟ ايوه. اللي هو وزير الداخلية؟ ايوه. هو سارق منكوا جثة؟ ايوه. من فضلك يا حضرة النقيب نفذ القانون. طب وانتوا متوقعين ايه بعد كده؟ ابعت امين شرطة يجيبه ولا ايه؟ والله حضرتك ممكن تشوف القانون بيقول ايه وتعمل زيه. طيب حاضر، انا هعمل لكم محضر في وزير الداخليه، بس بعد اذنكم الموضوع اكبر مني. هعمل تليفون الاول. ها شوقي ايه؟ هاتوه عندي حالا. صحيح القرايب عقارب، قسما بالله لو كنا في اوروبا لكنت حرقتها واديتها لك شويه تراب في ازازه. هدي نفسك يا عباس، خلاص انا عندي الحل. طلباتك ايه يا حماده؟ انا عاوز امي بقى. هتاخدها. هياخدها ازاي يعني؟ بدول. ايه دول؟ الدستور والقانون الجنائي. مين يا ابني اللي دالك على السكة دي؟ خلاص بقى يا عباس، قلت لك هياخدها، اسمعني بس. لا مش قبل ما تفنها، ادفنها الاول وبعدين ياخدها. حفلة وباظت، معازيم وتفضوا، كمان الجنازة المتحضرة، عاوز يبوظها؟ الناس تقول عليها ايه؟ ايوه فوزي. ايه؟ 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 انت جايب بلطجية يا سي حمادة وبيحاصروا المستشفى؟ دول مش بلطجية يا عباس بيه، دول اهل حتتك وانت عارفهم كويس. يا سياده اللواء، الاجراءات المعتاده يا سياده اللواء. هو على ايه ده كله بس؟ احنا نحلها ودي، شويه عليك وشويه عليه، وانا عندي الحل اللي يرضي جميع الاطراف. احنا نعمل الجنازه بحد غيرها. حد غيرها ازاي يعني؟ اي ميته ربنا كاتب لها الهنا والعز كله. ودي هنجيبها منين ان شاء الله؟ وانت هتغلب يا عباس بيه، ده انت تقدر تجيب بدل الواحده 17. اخرس انت، تخرس خالص. اهدى اهدى بس يا عباس واسمعني، انت تجيب اي واحده من المشرحه ملهاش اهل وخلاص. وانت لازم تكون موجود، عشان المفروض دي جنازه مامتك وكل الناس المهمه هتواسيك. ها خلاص يا حماده؟ خلاص يا ست هنا. طب وانا هاخد امي امتى ان شاء الله؟ بعد ما ادفن انا الاول. يلا غور من قدامي. من غير اسوء يا عباس، احسن ما يحضرش الجنازه. عنه ما حضر، انا اجيب اي عسكري اوقفه جنبي ياخد العزا مكانه. الحمد لله. عملت ايه يا حماده؟ بكره الصبح هروح امثل معاهم تمثيليه، هناخد جثه تانيه من المشرحه وهنروح ندفنها، وبعد كده هيبقوا يدوني امي عشان ندفنها. تصبحوا على خير. تملان ولا قوم اقفل وروح. تصبحوا على خير. السلام عليكم. انت من اهله. حماده انت جيت؟ ايوه.
اجيب لك تتعشى؟ ماليش نفس. مالك يا حماده؟ مالي؟ ما انا كويس اهو. اياك تكون فاكر انك تقدر تخبي عليا، ده انا امك يا وين. انا عارفه انك زعلان مني، وعارفه كمان انت شايفني ازاي. ست بتحب الرجاله وبتتجوز كتير. انا اتجوزت ابوك وانا عندي 19 سنه، كنت بحبه قوي قوي. سابني ومات بعد 7 سنين لاني كنت ارمله وانا لسه في عز شبابي. انا عارفه ان في ستات كتير بتقدر تكمل حياتها من غير راجل، بس انا ما قدرتش. هو عيب ان ست تحب تحس انها ست، كل بني ادم عنده نقطه ضعف، وانا كنت بتجوز بشرع ربنا. عمري ما عملت حاجه تمس سمعتي او شرفي. كنت عارفه ان عندي راجل لازم يمشي طول عمره وسط الناس رافع راسه. على قد ما قدرت يعني. مش عايزك تاخد على خاطرك مني يا حماده، صدقني انت اكتر راجل انا حبيته في حياتي. أنا رايحة أنام بقى، تصبح على خير. ماما أنت من أهل. مش هتبوسني؟ على فكرة رانيا بنت حلوة قوي، كان نفسي ألحق أشوفها، بس معلش ربنا يجعلها من نصيبك. عايز ايه يا وزة؟ سمعت. سمعت ايه؟ الخبر. وجيت اقول لك ان امك دي، امك دي كانت مزة. ترى ايه يا جدع انت في ايه؟ قصدي ان الست المرحومة دي كان عليها جزء. جزء ايه يا جدع انت؟ ما تحترم نفسك يا وزة بقى. الله، مش قصدي يا صاحبي، أنا ما بعرفش أتكلم. أنا كان نفسي يكون عندي أم زي الست أمك دي. متشكر، متشكر يا وزة، سعيكم مشكور، سعيكم مشكور، يلا. أو حتى أي أم وسلام. ليه أنت ما عندكش أم زينا ولا إيه يا وزة؟ يا عم أنا هربت من البيت من وأنا صغير. ناس بقى قالوا لي إن أمك ماتت وما لقوش ليها أهل، دفنوها في الملف اللي هي السرقة دي. الله يرحمها هي وست امها بقى. بص يا صاحبي. ايه يا وزة في ايه؟
انت لو عايز اي حاجه من ام المنطقه دي قول لي بس. حاضر. حتى الست امك دي كانت بس يا وزة بس يا حبيبي احساسك وصلني متشكر جدا. انا الحرام لو حد ضايقك في ام الدنيا دي تما شوف وزة هعمل لك ايه. شاي يا استواك. السلام عليكم يا جماعه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احنا جايين معاك يا حماده. لا يا عم ده مطلب ملوش لزوم. انتوا بس تحضروا اسطوان وسبوني على المستشفى. بقى في حياتك يا استاذ حماده. حياتك بقى يا وش. مقال يا استاذ حماده. نعمه بالله يا مصطفى. تاكس تاكس. مش بطال. هو ايه ده اللي مش بطال؟ شكلك. اصل انت النهارده هتقف جنب معالي الوزير. يعني كتفك هيكون في كتفه. شفت مصايب الزمن؟ معلش بقى يا ست هانم، دي حاجة مش بإيدي. لو كانت بإيدي كنت قطعتها. اسمع بقى التعليمات. هو لسه في تعليمات؟ تقف جنب معالي الوزير ساكت. هيسلم عليك وزراء ومسؤولين كبار جدا وشخصيات بارزة. ده كله بالإضافة إلى مندوب الرئاسة وكبار العاملين فيها. كل اللي مطلوب منك إنك تسلم بأدب. أدب ورقة ومفيش بوس. أوعى تبوس حد. حاضر. حد يقولك الباقية في حياتك ويبوسك؟ برضو لأ. حاضر. اللي هيجي يبوسني هديله بالقلم على وشه. أنت بتهزر حضرتك؟ طب أعمل إيه طيب؟ تخرس خالص. تهز راسك وبس. عاوزاك أرستقراطي وكأنك مولود في قصر. التعليمات خلصت. اتفضل استلم. اتفضل قدامي. عملت اللي عليا اهو. مش ناوي بقى تقول لهم سعادتك ادوني امي ولا ايه؟ يحيى كلمهم في المستشفى قول لهم يدوا لامي. حاضر سعادتك. رايح فين؟ رايح اتوضى تاني. اصل انا النهارده فطران شكشوكه. بصراحه كانت عامله انتفاخ فكل شويه تلاقيني عايز اطلع شويه مع بقى. يلا يلا يلا. من فضلك يا سيادة النقيب. نقيب؟ في واحد صاحبي بره مش عايزين يدخلوه. عينينا يا حمادة بيه. قول يا ابني. يا باشا وربنا حمادة لا تبعه جوه. وربنا لا تبعه. يا بقى. تعال. يا
الراجل ده هو ابن الست اللي في الخشبه جوه، يبقى الواجب بقى هو اللي يقف ياخد عزاها. السلام عليكم. ولا تعال هنا مكان الله. انا جيت بقى كله على الله ورحمه. بس أحلى صباح على كل المستمعين، صباح الحب والورد، وكل حب بقول لكم هابي فالنتاينز داي. النهارده اي حد عايز يقول لحبيبه انا بحبك يتصل بينا ويقوله على الهوا. اعترافك بالحب هو احلى هديه ممكن تقدمها لحبيبك. ومعنا اتصال ونقول الو. الو صباح الخير. صباح النور، نتعرف بيك. انا اسمي حماده الفار. اهلا بيكي حماده، تحب توجه رساله الحب النهارده لمين؟ احب اوجهها لثلاثه. اول واحده هي امي الله يرحمها اللي توفت زي النهارده من 5 سنين، وبقول لها مش انا لوحدي اللي كنت بحبك يا ماما. تاني واحده هي مراتي رانيا، اجمل ست في الدنيا ربنا يخليها ليا. والتالته بنتي اللي طلعت نسخه طبق الاصل من جدتها، عشان كده سميناها على اسمها الطف. جانكي مدمن كل يوم تشد العين، ربك خلقنا بالكمال مش مهم عنده لونك، المهم تكون في حياتك راس حربة وتدخل جوزك. القط جه هص القط نوم، احنا اللي عملنا القط كلب قط وبعيد فوقيه دور مهدك في العصريه من البلكونه مدلدل ديل، وقعد يتداول يتمطع طرقع رجله بينحس ايده، وانت كالعاده على جنب معدل. المره دي مش مستخبي، انزل في الشارع اجري واطير، هخرج من جحر مش اسير. مش هبص لتحت تاني، هطلع قدام مش هفضل في مكاني. مش هبص لتحت تاني، هطلع قدام مش هفضل في مكاني. وهبص لفوق مش هبص لتحت تاني، هطلع قدام مش هفضل في مكاني. هتجري مسافات كيلومترات تقولش باي جري من اسيا، سحلت القط وراك صاحبك مستنيك زي ما قال عن ناصيه. كلب بلدي كاسكته فوق اسكره بلا منتم دلدل، وعينيه رجالته وعزوته كلها كلاب خرمان تمرميه. مره واحده حصل قفله، جمع القط وعملوا الحفله. كرسي في الكلوب، كرسي كرسي في الكلوب، اتضرب القط قطع ضيله، هدو حلو هو اللي خلطه. يعمل القط من المعركه من غير فروته، بقى زي البرص والفار قاعد على القهوه مريح، طلب السحله بنص القط. الفار يعني من القهوه مريح